مثل ما وعدتكم على بكرة اليوم بدنا نبلش كوكينج بكير 9:15 بدك تطوشنا بكير. صباح الخير جد. صباح ميحة، شو عم تعمل؟ هيل ومسكة عم ندقهم لنبلش نعمل الزبدة تبع الحبشة. اليوم عندنا الحبشة الشرقية، امبارح كانت الامريكان المحشية فواجرا ودراي فروت، اليوم اذا بدك الحبشة الكلاسيك اورينتال. صح. هلا عندنا شقفتين يعني بنحبها اكثر شيء بالبيت، هي اكثر شيء الناس بتعرفها وبيعملوها بالبيوت. فهلا سوري بس هلا وقت القهوة مش وقت الحبشة. هلا عم نحضر الحبشة للظهر نحن. وين قهوتي؟ يلا جاي يلا عنا. فهلا رح نعمل الزبدة اللي هي دائما الزبدة اللي بنحطها على وجه الحبشة تختلف حسب كل حبشة. يعني حبشة امبارح كان الباز تبع الزبدة والأعشاب والحامض والليمون، اليوم رح يكون في زيادة عليها حب الهيل والمسكة والقرفة والبهار الحلو. زيادة مسكة مثل ما بيقولوا، هيدي رح تطبقها هلا. اللي هن إذا بدك بيلحقوا التام تبع الحشوة تبع اللي هي الشرقية. طيب. مع الرز الشرقي. فرح نبلش هلا بالزبدة اللي هي زبدة مايعة. زبدة إلا شي ساعتين. مكررة؟ نو زبدة عادي. زبدة بس عادي. إلا 3 ساعات برات البراد لنقدر نشتغل فيها. رح ناخدها نبلش. قديه كونتيتي المسكة وال هون تقريبا شي 4-5 حبات مسكة و 4-5 حبات هيل، إذا بتلاحظي مفقاهم أنا للهيل وعبدي. بس نقول للمشاهدين إنه قديه مش كتير لأنه بطاعم. أوكي عنا رح أنا بلش أفرم الأعشاب. بدك تحط أعشاب بالزبدة؟ بدي أحط أعشاب بالزبدة اللي هو الحبق. حبق في بهارات خاصة ولا نفس البهارات اللي مستعملها عادة؟ شو هن؟ في بهارات خاصة البهارات شرقية. البهار الحلو والقرفة وعم نحط مسكة. سبع بهارات إذا بدنا فينا أكيد. رومارا بس ما في شيء يعني بيكون تخلوه يطغى على غير شيء يعني. نو أبدا. مش مثل بيأسس مثلا تحط كراوية مثلا أكثر شيء بالمغربية وهيك. لا ما فيها. لا لأنه بيطغى الطعمة بتتغير. ما هي ايه اكيد قهوتك بالمايكروويف زاد مش فاضي يشرب قهوة بنعمل له بعدين. برش حامض. هلا اهم شيء نكون عاملين الرز قبل فنقدر نحشي. هلا نحن بداني بارتي رح نطبخ الرز سوا. انا طبخت الصبح سقعته لنقدر نحشيه. هذا اساسي يكون مسقع الرز ومطبوخ قبل بوقت. اوكي لكن تقريبا 11:10 11:15 بنرجع. مظبوط رح نرجع نشتغل بال فلفل الرز، نشتغل بالصوص والرز والكستنا. تريبيا. هذا الملح بس حتى لو ما بدنا نعمل الرز الكونتيتي الكبيره من قبل. صح. نعمل شوي للحشوه بس يعني تقريبا. طب شوف شو بنحط للحشوه بس. للحشوه هي نفس الرز. بعرف نفس الشيء. نفس الشيء هي قلية بصل إذا مع لحمة. أقل صح نفس الشيء بس هون تقريبا اذا بتلاحظي هون عندك شي كيلو نص رز مطبوخ. صح مش ناي. اوكي تقريبا لحبشه لحبشه 5 كيلو. بعرف كانوا يحشوها بس مش مطبوخة. ما بتاخد وقت أبداً. ما بتستوي بتضل الحبشة بتضل الدنتي يعني ما. لأنه الرز بده يشرب ماء يعني كبيت رز بدها كبيتين ماي. exactly. الحبشة بعدين المي رح تكون بكعب الصينية ما رح تشرب ما رح توصل للرز يعني. أوكي. هالزبدة هلا نحن حضرنا الزبدة رح نحطها يا ماما. بعد في شغلة نسيناها شو بدها زبدة. اللي هي البهارات الشرقية اللي هي شوية قرفة. هلا هيدي كلها رح ندهن عليها رح تعطيها اذا بدك وبهار حلو. ها هي الزبده تقريبا خلصت. هلا رح نخلطها ونحطها على جنب ونبلش نشتغل عليها بالحبش. اوكي هلا هالحبشه مثل ما كنا عم نقول مسحبه كلها. انا بلشت كنت احشيها هلا رح نكفي سوا فيها. نلبس كفوف. قطبت لها رقبتها تما يظهر الرز مقطبه من فوق لبرا لانه بس تشيل العظمه عندك هون رقبه المطرح الرقبه بتكون مفخوطه. شغلها منه كثير صعب بس انه مزبوط معي يعني. يعني بدنا ناخذ هالرز ونحشي نرجع ندخله على الاخر حتى يرجع الصدر ياخذ الفورم الطبيعي تبعه ما تضل هيك هابطه بهالشكل. تنفخ. صح. اذا بتلاحظي لجوا مندخل الرز حتى بدي اسالك سؤال تكنيك. يلا. لما بنشتري الدان بلبنان بنجيبه فروزن. صح. اوكي كيف نعمله
دي فروست. كيف منحضر الدانس تنقدر نشتغل فيه صح دي فروست دائما اذا كنت مجلده انت لانه اكيد عندك طريقه غير احسن طريقه انه نشيلها من الفريزر قبل بنهار على البراد ننزلها لتحت مزبوط على أو طرف بالبراد حتى اذا نزلت مي او شيء يعني الزوم تبعها مزبوط ما تجوي الاكل الباقي بالبراد صح نرجع منشيلها منشيل الكيس عنا منغسلها مزبوط بتصير عنا الحبشة بس أكيد بتغسلها بمي وملح؟ مي وملح خشين خشين أكيد بس هون فينا نبلش نسحبها وفينا نشتغل فيها بعضامة صح هون صارت قصة التشويس يعني المشاهدين بفضلوا يشتغلوا بالعظام لأنه هلأ هون الحسنات تبع التسحيب شغلتين إنه على وقت السيرفيس على الطاولة بتصير كتير هين ما بقعد عندك عظام وبنفس الوقت فينا ناخذ العظام ونستفيد منه نعمل منه الصوص مثل ما أنا اليوم عامل وفينا المي تبع العظام نطبخ فيها الرز صح هيدا يعني اذا بدك عندك شغلتين كثير مهمين لا تسحب الحبشه هون تقريبا رز اذا بتلاحظي بعد بدها بعد بدها شوي وراح نبلش نقطبها بعد بدها شوي هون قدام يلا رح نلبسها بابا نويل هلا اوكي نحط لها راس هلا رح ناخذ الابره والخيط واحد بده يعرف يخيط كمان يعني ايه امبارح كنا عم نحكي انا وتينا يعني بس كانت عم تقول تينا قصه زر هي يعني اذا واحد بيعرف يخيط زر صح يا اكتب اوكي تينا بتعرف تخيط ايه تينا وانا كمان هون رح ناخذها نبلش فيها من فوق بهالشكل إذا بتحطي كفوف بإيديك بس لتهدي لي إياها من هون وحتى تفلوش ما الحكيم دايما بيكون عنده ناس بيساعدوه ما هيك؟ لأنه هون بارتي الجلد رقيقة ما بدنا تنخزي صح يلا إيه بس هديها هيك تكلم عيونك إذا في مجال أكيد شو بدك؟ بس هيك مثل ما انا 100% ما انا عمى ايه؟ هون ما ضروري يكونوا القطب كثير قراب على بعض لا وتكوتير بدنا نخيط بدنا نقطب ما تجرسنا فجاد كثير منيح شو بك؟ هيدي السنسيون هيك عاملين مساج ايه بس من هون اذا بتتركي شوي لانه اقدر اخذ اللحم كمان مع الجلد شو عم تنقهر حلو هلا رح نربط رجليا ما بعد عنا هالمشكله يعني رح تبقى شكلها مثل ما انت كمشتيها اخر شيء شو رايك رايي من رايك بفلوت شوي صغيرة من هون إذا بديك من مايلتي كتير منيح هلا هذا الرز كله اللي هو ليك على هو كيف الشكل ما كان لازم تجيب خيط أسود بالعكس بتعرفي ليه؟ لأنه لا لنشوف مظبوط نحن سألتك هالسؤال خيط أبيض ما منشوف ما منشوفه هلا هون بعد عنا بس بدنا نربطها نحطها بالصينية إذا في شي جراح عم يحضرك حيقول أنا بقطب أحسن منه إذا بدك فيك تترك شوي لأنه خلص من هون هلا هون بدنا نختمها من تحت وبدنا نربط الإجرين خلص خلصت هون من تحت ما عنا كتير مشكلة لأنه الرز ما بقى رح يظهر لكن أحسن تجيبوا خيط غير لون تا تشوفوا بعدين نحن وعم نفك صح ايه لأنه الأبيض بضيع شوي هلأ شو عنا بعد بدنا نربطها يلا يلا بهدي لك الإجرين بدي بس مش تهدي الإجرين بدي أعمل عقدة يلا بهالشكل يا حرام عم نعذبها ايه؟ ايه هيدي هي
If you need help. بدي بس تحط ايدك على ايدي من هون يعني طلقت ال 100% بس يعني لا عامل ايدي اوكي اذا بدك لقطيها هيك للعقده تما تصحى 100% تعلمني يلا تما تفوت على الفرن ايه يلا سوا روح على الكفوف خلصت اوكي هلا هون نحن رح نرجع نربطها من هون ونرجع نربط لها صدرها مزبوط لحتى نعطيه فورم كمان هاي البارتي خلصت هلا هيدي امبارح كمان ربطناها بنفس الطريقه ولا بعد بدي بس هدي وحده منك يعني. يلا هون صح يلا هون مثل الروستو اذا بدك رح نربطها نفس التكنيك بس لنخلص الحبل ما يعلق شكله عادي خلص قصه ونرجع سبا هيدي بهالشكل هيك لنجمعها كلها هاي مننزلها لتحت بهالشكل يلا مثل الروتين نفس التكنيك اوكي تستوي احسن تستوي بتحافظ على الشكل اللي نحن بدنا اياه هاي الحبشه هلا رح ناخذها نحطها بقلب الصينيه انا اكيد محضر الميربوا قبل خلي عني هيدي هي هلا قبل ما نحط الزبده رح ناخذ هل بصل والكرات والكرافس بهالشكل اوكي ايش بابا نويل شفتو شرف اوكي شو عندنا بعد عندنا ايه هلا رح يطل هلا الزبده هون لكن ستيفاني عندنا الملح عندنا الملح والبهار والكل البهارات ما بحاجه بقى نحطهم رح ناخذها بهالشكل لا لا وهيك مساج ايوه هلا بالسبا مثل ما كنا امبارح عم نقول هلا هاي الزبده كلها رح تدوب تنزل بالصينيه رح نرجع كل الوقت نحن نبهرها ونصير نسقي منها يعني رح يطلع عليها المرقه تبع الحبشه والزبده كلها كرمال الطراوه تبعها للحبشه وما تنشف والاكثر من هيك يعني عم نحكي عن صدر الدجاج لانه الفخذ بالنهايه فيه الفات اللي بقلبه يعني صح. بيطلع هو طري بس هو الصدر اللي شوي صح بنشف اوكي هلا نحن طريقه طبخه رح نشوفها سوا خلال تاني بارتي شو الحراره في ناس بتحترق معهم في ناس بتحترق معهم وما بتستوي من جوا دائما بدنا ندخل على حراره تقريبا 20 دقيقه 180 او 25 دقيقه برجع مدهرها نرجع من سقيا نرجع من سقيا بشيك على الهدايا وعلى الكونديكتور هلا بدي قلنا كم دقيقه عندنا ف مثل ما كنا عم نقول 180 تقريبا شي 20 او 25 دقيقه لتاخذ لون نرجع منظهرها منحط لها المرقه منغطيها ساعتين منغطيها بال اكيد يعني فتره الساعتين ما بدها تكون مكشفه لانه مثل ما كنت عم تقول من برا بتحترق وبضل نايم وبنرجع باخر ربع ساعه منكشف الشيء اللي رح نشوفه سوا منشوف اذا لونها بعد بده بنرجع بنعطيها 10 دقائق للون اخر يعني شيء بنكشف يعني ما عنده فرن الكتريك اذا على الفرن هذا بده وقت اكثر بده وقت اكثر عم نحكي نحن الساعتين ساعتين وشوي بالفرن اذا بدك مثل فرننا يعني فرننا. شوي اقوى بده شي 3 ساعات مزبوط. 3 ساعات اذا فرن اذا بدك على الغاز على يعني ايه بده وقت بده 3 ساعات اوكي فهلا رح ندخلها على الفرن في شي تكنيك نعرف اذا مستويه من جوا هلا فينا نشتغلها على الترمومتر يعني أوكي. اذا على الحراره عندنا ترمومتر المينيموم لازم تكون 68 او 69 وطلوع لتكون مستويه اوكي نحن بنرجع بنشوفكم مشاهدينا حوالي الساعة 11 و10 11 وربع البارت 2 دانت بارت 2 دانت الاورينتال بارت 2 مع شيف جاد هلا وقفه بتكونوا مع اوروسكوب.
عم نسقيها للدنديه عم نسقيها بتاخذ العقل كلون كريحه كنكهه كطعم مش معقول. هلا تقريبا اللون يمكن بعد بدها شي 20 دقيقه هيك لنشقر لها اكيد صدرها شوي. عم نسقيها زبده. هلا عم نسقيها شفتوا دهنيها كلها زبده مع اكليل الجبل واتسترا. بس لكل المشاهدين يلي ما قدروا يحضرونا فيكم ترجعوا تشوفوا كل الحلقه على ريبلاي mtv.com.lb بتفوتوا باللايف بترجعوا واتس كوكينج وحلقه اليوم كل شيء فيكم ترجعوا تحضروا وما بتقفوا ولا ديتيل ولا تفصيل. صح. هلا نحن عم نسقيها، انا سقيتها كذا مره شي هي ثالث مره صرت مسقيها. هلا رح ندخلها على الفرن يمكن تقريبا بعد بدها 20 او 25 دقيقه لتاخذ لون مزبوط. ليش حاطط مصفايه جاد؟ حتى ما يطلعوا كل هيدا الخضره تعلق عليها بيحترقوا. أوكي. يعني اذا هي بتجي هيك بتلزق عليها بتحترق. ف بس ناخذ ال نتعلم اساس الليكيد. هلا رح ناخذها. هلا اخر مرحله انا كل هالوقت كنت مغطيها. صح. انا هلا بابي صح. هلا اخر 20 دقيقه بلا غطا. اوكي اخر 20 دقيقه بلا غطا هيك منشقرها مزبوط. واو ما فيني اخبركم الريحه الطيبه على اورنج. هذا كمان بردقان هون اللي اخذنا منه الزيست كمان زيست. هلا رح نرجع هذا بردقان ندخلها تقريبا 20 دقيقه هون القلب استوى هون. نحن شو رح نعمل هلا؟ هلا نحن بعد عندنا الرز رح نبلش فيه ديركت ورح يعني نعمل للي ما بيعرف يعمل رح الرز رح نشوف الكاستنا كيف عملناه هيك لان امبارح استعملناه ديركت ما طبخناه كان عم بفرج الكاستنا. يلا طلع. هلا نحن رح نشوف كيف بلشنا بالصوص تبع الكاستنا. هون عندنا كاستنا مقشره بس وهون عندنا الكاستنا المطبوخه. فشوف شو عملنا نحن هون. اخذنا سكر عملناه كراميل. رح نبلش نحط له الزبدة. أنا عم أكل كاستنا. من أي هون؟ مع البورتو. هون لكن هون شو في سكر؟ هون سكر لحديت هلا، أخذنا ملعقة زبدة، يعني حطيناه على كراميل مزبوط، حطيناه على نار كثير باردة تما يحترق ويدخن وتعطي ريحة حريق. هون إذا بتلاحظي صار لونه كراميل على الحل، أخذنا شقفة زبدة عم ندوب عليه، هون كثير أساسي ننتبه نحن وعم نشتغل بالكراميل ما تكون الحراره المقليه كثير عاليه لانه نحرق حالنا يعني الكراميل اذا فهون نص دقيقه هلا ورشه دندي ايه فيها ميزان بلاس فيها تحضير فيها يعني في اشياء فينا نحضرها قبل بنهار. صح. يعني الكاستنا فينا نحضره قبل العيد نضبه بالبراد. الرز اكيد الصبح بدنا نعمله. صح. بدنا نعمل قبل مثل ما كنا شفنا طبخه رز صغيره للحشوه الدهن بس نرجع وأنا نعمل طبق. صح. الرز يلي هلا بدنا ناك 100% يعني افضل انه الرز والدهن لاست منت ينعملوا لاست منت على الطاوله يعني اذا عشينا 8 ونص فينا نبلش نطبخ الدهن على بكره ونرجع نسخن يعني فينا ندخلها على الفرن على الخمسه بتحطم على 8 بتكون خالصه ردي والرز كمان بده ساعه يعني معك حق. بين القليه والفلفل تبعه قولي ساعه فينا نعمله على الساعه 7 يعني ما ضروري نطبخه يرجع يسقع نرجع نسخنه. اذا سخنا بصير مثل الخشب مزبوط الصوص ديجا ديجا الدهن عنده صيت انه ناشف ناشف يعني بصير صح عم ننشفه زياده يعني الشيء اللي فينا نهين عيشتنا فيها اذا بدك لليله كريسمس هي الكاستنا هي الصوص فينا نعملهم الصبح ونرجع نسخنه. هون شو رح نعمل؟ رح ناخذ بيض بيض احمر وبورتو ابيض بورتو كراميل زبدة بورتو نرجع نبيض احمر نبيض احمر. هلا شو رح نعمل؟ رح ناخذ كم بقوي النار يلا ايه لا تغلي رح اخذ ورق غار بهالشكل وقرفة عود قرفة ستار انيس ستار انيس. هلا هون رح نعمل ريدكشن 3 دقائق تيطير الالكول من الواين والبورتو. رح نرجع ناخذ هالكاستنا ونسقطهم بقلب المقلية ونتركهم ليستووا تقريبا بدهم شي نص ساعة أو 40 دقيقة ليصيروا خفيفة بهالشكل.
نحن لانه طابخينهم قبل لنستفيد من الوقت اكيد نفس الوقت تندوق قبل عندنا هون شقفة زبدة نقطة زيت زيتون بلشنا نقلي البصل كمان لا نعجن البصل بصل هون تقريبا عندك بصلة كبيرة مكعبات كتير صغار مزبوط مثل التبولة يعني اكبر شوي تيدوبوا مزبوط هون رح نقوي شوي النار انا طبخت شوي بصل قبل بوقت اوكي هلا بنحكي عن الصوص بعد شوي يلا منحط اللحمه يلا اللحمه شو بقر لحمه اكيد بقر اوكي وفيها شويه دهن يعني تقريبا شي 10% ف اوكي تحت ما تطلع كثير ناشفه وخشن مزبوط مطحونه على الخشن للطبخ مره واحده لتضل مبينه بقلبها اوكي تما كثير تبين شقف اللحمه صغيره هلا كثير اساسي بالرز هي البهارات والمطيبات اللي رح نحطها اكيد اللي هلا رح نبلش فيها بتحط مسكه بالرز رح نحط مسكه رح نحط حب هيل مثل ما عملنا قبل شوي كمان مفقينهم بدنا ندقهم ضربه ما كثير بدنا نناعمهم مش بودره يعني اوكي هاي اللحمه بلشت تستوي اساسي باللحمه نطبخها قبل ما نحط الرز انا الرز مغسله وناعه 20 دقيقه بمي فاتره اوكي اساس الرز دائما الرز شو رز امريكاني حبه طويله اساسي دائما ينقع مش دغري نغسل ونحط هل والمسكين شايفه شو طيبين عندنا هون شو بنحط مطيبات بهار حلو ها قرفه قرفه وهيدي بهار حلو مسكي هيل اوكي رح ناخذ شويه بهار اسود من دجاج الريحه بتاخذ العقل رح ناخذ كم ورقه غار وعود قرفه نحطهم كمان بقلب الرز هولي فينا نرجع نشيله شو هني؟ لا لأنه تركنا العود كبير أكيد يعني بس تنطبخ هون بعد بدنا نحط ملح هون تقريبا الصوص بعد بده شي دقيقة يمكن تيدوب الكراميل تيدوب الكراميل ولا يعمل ريدكشن ملح زبيب زبيب طيب يتقلى مع الرز أكيد بياخد من نكهة وبيرفخ صح بياخد من نكهة الستوك اللي رح نحطه وبيشرب من الهلق هولي لازم نكون قليناهم هولي قليناهم قبل لأنه هون إذا رح نحطهم نايين ما رح يشقروا صح ديريكت هلأ أو فينا نبلش بالعكس يعني فينا نبلش بالقلوبات صح فينا نبلش بصل قلوبات بعدين لحمة أوكي نفس الطريقة نفس النتيجة أوكي. يعني بمعنى هون عنا لوز صنوبر بس إذا محضرينهم قبل بوقت أكيد أهيب هلا هون رح نحط قلب الرز كاجو. هلا هون شو على بالنا فينا نحط؟ انا حاطط كاجو، حاطط فستق حلبي، حاطط صنوبر، وحاطط لوز. هلا اذا في حدا في شغله على باله او يشيلها في اكيد ما يحطها. هون تقريبا عاليتنا كانجريدينز ما بقى بدها شيء غير الرز والمرقه والملح. اوكي. بس رح نقلي هلا بعد شيء دقيقتين ثلاثه هذا الرز. نرجع نزيد الرز ونزيد مي. المرقه. لكبايه رز بما انه ناقع دائما الكبايه كبايه هي اذا عفوا الكبايه اثنين اذا ناقعه اوقات بتروحي كبايتين وشوي اذا كثير مستعجله مغسله الرز بدك تطبقيه دغري يعني انا هون عندي تقريبا نص كيلو رز هون عندي أوكي. كبايتين ونص صح هون عندي لتر مي على حتى لو ناقعين ما بنحط كميه مي اقل لا ما هي لا كبايه هي كبايه الكبايه كبايتين اذا نقل. كبايتين صح وهون بدنا نحسب شوي كمان اذا عندك يعني اللحمه رح تشرب شوي كمان من اكيد المرقه هي البويون اللي كنا عم نحكي عنها هي من العظام اللي انا كنت مسحبهم صح سالقينهم مع ميربوار رجعنا مصفينهم نحصل على هيدي عظام الدان هون كاستنا هوني كاستنا بس معشر
Later on, we'll conspire as we drink. لازم نحط الرزيت هلا يلا نحط رز بدك تحطه يلا هون رز لكان مغسل مزبوط ومنقوع بمي فاترة 20 دقيقة نحن هون تقريبا الرز حطينا له كل شيء ما بقى بده غير المرقة بدنا نقليه كله مع بعضه تقريبا ثلاث اربع دقائق او دقيقتين هلا هون الرز تاخذ النكهه هون دائما كمان شغله ما حكينا عنها هي عيار اللحمه للرز تقريبا كيلو رز بده 400 او نص كيلو لحمه فيطلع كيلو رز 400 او نص كيلو لحمه مزبوط. او هلا هون عندنا نص كيلو نحن حطيت 200 جرام صح 200 جرام 250 جرام بنحط لحمه يعني دائما اذا بدك قاعدة عامة نص كيلو نص كيلو نص قيمة الرز لحمة نص قيمة الرز لحمة بيطلع عنا رز كثير طيب بيطلع عنا بروبورسيون لحمة بقلبه اكيد لازم نحس باللحمة هون عنا الكستنة مثل ما قلنا هون بدهم بين نص ساعة وال 40 دقيقة نحن اكيد عاملينهم قبل بوقت هلا بالنسبة للصوص هون بس بنغلي شوي خمس دقائق بنشيلها بنحط الصوص على النار انا اخذت مرقة الحبش وزيد لها مرقة لحمة وغليها صار عندنا هون هي النتيجة هلا رح نزيد لها البهارات الشرقية لنعطيها اذا بدك الإضافتين تبع الحبشة تبعنا اليوم لأنه امبارح كمان الباز كان هو زيته بس دخلنا له ويل دو تروف وتروف رابي وفواغرا أنا رح آخذ هالمرقة نزيدهم على الزيت سقطها كلها نحن تقريبا عم نخلص يعني مزبوط نحن بعد هلا رح نرجع نشيل الحبشة نشوف شو صار فيها هاي المرقة حطيناها هلا بدنا نغطي الرز هلا بنتركه ليغلي كثير منيح بنغطي وبنخفف بين 18 وال 20 دقيقة بكونوا الرزات مستويين هون الحبشة غطي يلا بننطر يمكن دقيقة لحتى تغلي بندق له بس الملح لأنه ملح حطينا بس خلينا ندوق الملح قبل ما يشرب المرقة تبعه ليك الحبشة شو صار عنا ستيفاني؟ كثير منيح الملح ليك لونها شو حلو؟ اوكي لو اليوم نواكت اخذتها على البيت هلا وما خليتكم تدوقوها هلا بنعمل لها اخر اخر كوش مزبوط هلا نحن عم نعلم المشاهدين كيف فول التكنيك نطبخها مزبوط بس يلي ما بده يطبخ شو بيعمل؟ اكيد في يطلبها من فلور دوليس فولا توصل لعنده مثل ما اشتغلناها اليوم ومثل ما رح نشوفها هلا كمان على البرزنتيشن على البرزنتيشن لكن هلا بعد شوي بيقطعوا النمر كمان هون نحن الحبشه خلص خلصت استويت تقريبا اخذت ساعتين وشوي دائما بنرجع بنقول بالفرن عندنا هون بالاستوديو بتاخذ وقت اقل من البيت صح يعني المشاهدين بدهم ينتبهوا على الشغله ما يشيلوها دغري على الساعتين بلا ما يشيكوها او يشوفوها لانه فرننا الكتريك مزبوط بس اذا هن عندهم كمان فرن الكتريك ايه اكيد اكيد بس انا كنت عم بحكي على الفرن الغاز العادي بالبيت بدها ثلاث اربع ساعات بدها بثلاث ساعات يعني ليبلشوا يشيكوا لها بدها ثلاث ساعات يعني نحن هون عم نشيلها على الساعتين ونشوفها هلا نحن برونزي صارت ايه عم بتلمع مش معقول بتشهي سولاريوم شو عم تستعملها؟ وعندنا نحن سولاريوم هون الفرن سولاريوم هون لكان رح ندخلها بعد يمكن شي دقيقتين ثلاثة اوكي هاي الحبشة صارت ريدي في ريحة الأورانج شو طيبة يلا رح نرجع نفوتها على الفرن لا 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 ما سوا حرفه بارد اوكي يا بطل هلا لكن الكستنه مثل ما قلنا رح نشيله شوي بلش بالصوص هون مثل ما قلنا ما بده يشيل كستنه غير وقت بده نص ساعه هاي الصوص يلا رح اخذ بهارات شرقيه انا اللي هي شويه قرفه وين بدك تحطها
بدنا نضبط بس شوي الصوص، لأن هون مثل ما كنا عم نقول الصوص هي بعدها لحديت هلأ باز ما فيها نكهات شرقية. أوكي. بس بدنا نزيد لها شوية قرفة، ما كتير منكتر بالصوص، وبهار حلو لأنه هلأ بس تغلي رح تقوى طعمة البهارات، لأن دائما هي البابر لما تكون دراي طعمتها بتكون شيء، بس تغلي وتشوف الحرارة وتشوف النار بتقوى. كرمال هيك يعني هلأ إذا دقنا رح تكون الطعمة خفيفة، بعد 5 minutes رح تتغير وتقوى. أصلاً يعني ما لازم نكتر من كل شيء، بعدين ما فينا نشيلهم، لما نقليل فينا نزيد، لما نكتر هذا الشيء اللي كمان دائما بنقوله على الملح، اذا معتقدين الطبخه بدها ملعقه خلينا نحط نص ملعقه، نرجع اخر شيء ندوق الملح دغري فيك تعمل تيونينج، تيونينج انه تزيدي بس تيونينج بالمي تشيلي ابدا، بصير بدك ترجع تزيد الطبخه و و و. فهون الصوص نرجع الطبخه مزبوط. هون رزيتنا خلصوا، مش خلصوا بمعنى خلصوا يعني غليوا، بدنا نغطيهم هلا ونعطيهم وقتهم تا يستووا. لك قديش غني الرز بالقلوبات باللحمه، مدري كم كالوري فيهم هولي. هلا على العيد، على العيد ننسى هذا السؤال، بدنا نأجله. ما فيك تأجل، عم بيعملوا حلقات رندا وناتالي كيف نضعف بفتره العيد. آه كمان. كيف نكفي نضعف، صعب شوي. اوكي هون الرز ما بده شيء مثل ما قلنا غير انه نغطي، غير انه نخفف النار لدرجه انه يضل يغلي بس على نار سوبر خفيفه، يتكتك على رواق مزبوط ليستوي كله مع بعضه. اذا بنتركه على نار قويه بتمشي بسرعه المي، صح، ومطرح بياخذ مي ومطرح عم بيقرش، هو شيء مزعج كثير بالرز اذا كان 100% انه رز عم بيقرش. هاي الصوص خلصت، خليها تغلي دقيقه دقيقتين، انا لا نغليها قبل. الرز مثل ما كنا عم نقول 18 20 دقيقه بيكون خالص. الكاستنا اللي نحن طابخه من الصبح انا هي نتيجته. طيبين هاي شيء انا خلص مره عم باخذ وحده بس بعد ما قلت لي اذا طيبين على الهوا ما اخذ، بس ما قلت لك قبل اذا طيبين ياخذوا العقل. هلا لكن رح نبلش نحن نحضر حبشتنا لنسكبها. عندنا قلوبات، عندنا لنزين، عندنا الكاستنا وعندنا الصوص كمان هون تقريبا الصوص خالصة رح نشيلها. هذا المطلوب. إذا بتلاحظي الرز بعده عم بيغلي بس كتير على نار خفيفة، رح نتركه نغطيه ونتركه مثل ما قلنا 20 دقيقة أو 18 دقيقة يكون خلص. نحن الحبشة كمان رح نشيلها هيك ل تنزل شوي حرارتها لنقدر نشتغل فيها بالبرزنتيشن. سوبر حلوة طالعة شكلها ولونها، كل ما سقيتها كل ما شقرت، كل ما صارت برونزي أكثر. واحد بحس بأجواء العيد. هلا هون أنا كنت آخر مرة شلتها سقيتها فكيت الخيطان الأساسية الإجرين وعلى الصدر، هلا هولي رح نشيلهم نحن بس نحطهم هون. ليش؟ شغلة كتير أساسية، لأن هلا إذا بدنا نفك هول بتفتح بدها تفرط، فأنا هلا رح أسكب الرز وأرجع آخذها حطها فوق ونرجع نشيل الحبل. أوكي وبنرجع نحن أكيد نعمل برزنتيشن هلا بالبريك وبنشوفها بالتيستينج. يلا نرجع لكم نشوفكم بتيستينج. أوه لا لا أوه نو معمرة جات في سؤال تقليدي، كيف بدنا نعمل تما تنشف الحبشة بتنشف؟ سألتوا كل هالأسئلة قلنا كل الحلقة منسقيها منسقيها. هي أوكي فحبشتنا خلصت زبدة أون بلوس ومن المرقة تبعيتها أكيد، مرقة الحبش والزبدة اللي دهنيها عليها أكيد لأن نزلت كلها بقلب الصينية اللي هي شغلة أساسية، ورجعنا يعني مسقينا يمكن شي 4 مرات. يعني اذا بدنا نصير برونزي بدنا ندهن حالنا زبده من يوم رايح. زبده يصير لوني كثير، هيدا هو السر، هيدي منها دوريه مش برونزي. انا رح ما هيك جاد؟ اكيد. شو رايكم اعطيكم رز من القوه اللي شرب كل اكيد نكهتها؟ انا بدي اسالك سؤال،
انتوا بكل قلب ورب بتقصوا شغله صار كنتوا تشتغلوا فيها هالقد وهيك شكله ولا عندك هيك شويه منصبرها يعني شو عم بتقصها؟ رح قص انا من هون هيك بس لحتى نشوف الرز. هاو الرزات تبعي هو الرزات اللي بقلبها بقلبها في كمية رز يعني مش اوكي ولا اوكي هذا الرز كله بقلبه ناخذ نحن وهذا اكيد الخيطان كنا عم نقول عنهم سن هول الرز اللي جوا كانوا بلشين يستوى قبل ما يفوتوا نونو هول انطبخوا كليا تسقعوا ورجعنا كانوا مطبوخين دائما بنحشي رز مطبوخ. شو الرز اللي بتستعمله لحتى ما يخبص يعني عم تحمل كثير عم تسقي كل الوقت لا الرز الرز اللي بقلبه ما رح يطلع التكستير تبعه مثل اللي برا اوكي ما بيستوي بضل بياخذ نكهه الدجاج الدنديه هذا رز من اللي جوا بس كثير منيح كمان بس بتشيل الصحن عمله معروف لنحط رز ونرجع نقص بدنا نشوف مثل ما فهمت كاتيا بدها شقفه من الفخذ بيكون شربان من يعني كله طيب بس الرزات اللي جوا سبيسيال ايه ايه لا هلا هني نفس شيء برا بس الفرق انه رجعوا شربوا من نكهه الحبش من المي تبعها اوكي هلا جريت بدنا نقص بتاخذي صدر او فخذ؟ انا صدر يب بدي اعطيكي ثاني شقفه ليك قديش جوسي تاخذ العقل طالعه ميرسي ولا انا بدي اخذ شوية من البيت خربناها خربنا هون شقفة فخذ اكيد الفخذ بيكون اطرى في دسم اكثر هيك كمان مش مختلفين وراح اعطيها لوبيت بدنا نبيض القصة وكستنا نشتي وين نبيض بدي اعطيك شوية طبعا نوال وين نشتي ما في نشتي شوية صوص اوه وشوية صوص لا هيدي لجاد يلا خديها خديها لأ أنا بسكبله وأنا رح آخذ كمان شقفة صدر بدنا نحط صوص حطيت لك حطيت صوص ليكن اللحمة تبعك في جوسي بعدها هلا هون اللي كنا عم نقوله نحن كسيرفيس الحبش المسحب كثير هين لان هلا اذا رح ناخذ سكين ونقصها بهالشكل بيطلع لك بتوصل دغري ما في عظم يعني ليك الحبشه انا بدي فرجي القلب تبعها بهالشكل كثير طيبه هيك كاتيا هيك رائعه رائعه اللحمه رائعه حاخذ انا شويه صوص ريلي نايس شو خبرينا شو ستيف؟ جنن الحبشة بتجي مسحبة ولا أنت بتسحبها؟ لا نحن عم نشتغل فيها مسحبة أنا بدي أشرب كيس كون يلا كيس هالجمعة مثل ما بيقولوا كيس كون مشاهدينا كيس الجميع وينعاد عليكم ينعاد عليكم وعلى المشاهدين أكيد كيس كون شباب Thank you for everything C'est très bon. Quel chier. Quel chier, 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 quel quel chier, برجع بذكر المشاهدين اللي ما قدروا يحضرونا من بكره الصبح عن ريبلاي فيكم ترجعوا تشوفوا كل الطريقه يلي بنطبخ فيها مع الشيف جعاد على طريقته كيف عملنا الرز كيف عملنا الحبشه كيف بلشنا فيها كيف عملنا الكستنا ما هيك؟ رائع ثانك يو جاد امبارح لكان بنكون عملنا الحبشه اذا بدك شوي مش كلاسيك ابدا دخلناها لفواجرا وتروف
وحشيناها كمان بقلبها دراي فروتس، واليوم بنكون اشتغلنا بالحشوة الحبشة الكلاسيك اللي هي كل الناس بتعرفها. جد إذا طلبناها بتوصل ما بتنشف بعدين يعني، نحن بنعملها مع طريقة منت يعني، ونعمل رابينج وبتروح بعدها طرية أنا بدي أشرب كيسكن كمان مرة مشاهدينا كيسكن. ميري كريسمس جاد، أنا برجع بشوفك الجمعة الجاية على راد، وأنا برجع بشوفكم بكرة مشاهدينا، ما تنسوا البسمة على وجهكم. كيسكم، باي باي.